ده الملبن بتاع السمك، يعني ده احلى سمك. ملبن السمك. امال ايه؟ الوعار ال 111 والنادي اعلى نوعين سمك في البحر الاحمر. سمك البشوات. ها؟ سمك البشوات. انت بتاع سمك البشوات. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم في فيديو جديد. معكم ايمي من قناة ايمي وهنونة. النهاردة ان شاء الله جولة اسماك جديدة داخل سوق الانصاري بمحافظة السويس، تحديدا هنا عند اسماك البوك زي ما احنا شايفين كده. قبل بس ما ابدأ الفيديو بتاعي ونشوف مع بعض تشكيلة الاسماك اللي موجودة عندهم، ياريت ما تنسونيش باللايك. الناس اللي بتتابع القناة وبتتابع الفيديو وبينسوا يحطوا اللايك، اتمنى ان انتوا تساعدوني باللايك. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. ازيك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الاسماك في اخر السنه؟ لا مية مية. هو السمك السنه دي قليل، حاجه رفعت شويه بس هتفرج ان شاء الله. ليه بقى قليل؟ ليه هي السنه دي حاجه قليله؟ حاجه السنه دي قليله خلاص. احنا بنودع السنه دي بقى وننساها كلها ونبدا سنه جديده ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله يبقى كلها خير باذن الله. استاذنك بقى تعرفنا على الانواع اللي موجوده. السلاية دي بتاعت الكنال، السلاية جميلة أوي. دي كنال؟ دي كنال. السلاية بصي 100 100. زبدة بصي. دي سمينة؟ افتح لك بطنها. بصي بطنها عاملة ازاي؟ بصي الدهنة ما شاء الله بتنزل زبدة. زبدة اهي. بسم الله ما شاء الله. لما نجيب الحجر بنضيفها عشان خاطر الزبدة، ونجيب أنضف سمك والله العظيم. يعني في ناس يعني بتستغلى الحاجة، لا وفي ناس بتبيع السيلية دي زي اللي بتيجي في الطواير والكلام ده، بتلاقيها متسلخة وهزيلة وراعية ب 40 جنيه. يقول لي انت بتتباع ب 40 على 100، اقول له دي جنيه راعية يعني فيها طينة. طينة وسمك وحش. بس نوضح للناس انما دي بطنها سمينة. اهي انا مش بعت لك واحدة، شاوري لي انت على اي واحدة مبطرخة. شاوري لي بس. كله حلو ما شاء الله يعني. شاوري. بس الدهنة في عندك مبطرخ؟ هي فيها مبطرخ. يعني يا اما سمينة يا اما مبطرخة. اه هي بصي هي مبطرخ على سمينة. وعلى فكره السمين مش في ناس ما بتحبش البطروخ اصلا، بس السمين ده حلو جدا يعني. يعني هي كده بتشوف حالها كده. بصي الدهنه دي جميله يعني. دي بصي بص على كده. بص بص ما شاء الله. بص شايف دي بقى الزبون ياكلها زي ما هي. أيوة. يعني ما يعرفش من الحاجات دي. دي الدهنه. ايوه ياكلها زي ما هي. ده في ناس بتشتريها مخصوص عشان بطنها. السمك الصغير ما كانش هو صايم بتاع كلام صاحي ما يتاكلش. ما يتاكلش. ما يتاكلش. بكام بقى الكيلو؟ ب 100. طب قول لي في نوعين تانيين من السهليه موجوده في الاسماك، المزارع والمجمده. المزارع والمجمده. المزارع في سهليه مزارع ب 150 جنيه ب 140 جنيه. وفي سهليه بتاعت المجمده دي تبقى اكبر من دي. يحلوها بيسيحوها. بيجيبوا الكرتونه كده اهو يسكوها ويسيحوها ويفكوها تبقى كبيره وحتره وتطلع ب 25 جنيه جمله. يبيع ب 100 ويبيع ب 90 ويبيع ب 80 ويبيع ب 70 على اساس انها بلدي. على دي وهي على اساس بلدي. في ناس ما بتعرفش وهنا بيبقى في ثقه. والشكل ايه؟ الشكل الشكل كده مغمقه كده ودبانه عمرها ما تبقى صح زي دي. بص عين السمكيه. بص المغشوش. عمر ما المجمد يبقى زي ده ابدا. وانا ما ينفعش احط حاجه مجمده هنا. لو انت شغال بسمعتك. اه امال ايه؟ اطلع بالصوره. الواحد بيجيب حاجه بيجيب خالص. الله يبارك لك. دي نجلاء. من الناجل الحر او الاصلي زي ما احنا شايفين. استاذنك تشغلنا. بكام الناجل؟ النجل 150. 150 جنيه ماسك سعر ولا ايه؟ ماسك سعر بس هيرخص. هيرخص امتى؟ عند يومين الجايين دول ممكن يرخص. دول يومين اساسا. دي كام كيلو كده تقريبا؟ يعني دي فيها بتاعت مثلا 9 10. بتعمل ايه بقى؟ ده بقى رشا فيليه. تعمل فيليه. تقلي منه. تعمل منه صينيه.
شو على الفحم. ده الملبن بتاع السمك يعني، ده احلى سمك ملبن السمك. امال ايه الوعار ال 111 والنادي اعلى نوعين سمك في البحر المحر. سمك البشوات. ها سمك البشوات انت بتاع سمك البشوات. سمك البشوات سمك الاكيل، عشان في ناس بتعمل البشوات دي سمك الاكيل. سمك الاكيل ما هو خلي بالك، بس كلمه بشوات دي بتطبع على الناس اللي معاها فلوس. وفي واحد بيبقى في بلد بيشوف كده بس معتدل وبياكل انضف اكل. هو الاكل ده بس اقول لك انا اشتري جدي ولا اي حاجه السمكه دي. انا ما بمسش الزبون اللي داخل عليا، انا بعامل اي زبون اللي هو زبون توب، بتعامل وقف ضدي معايا، ما باخدش بالشكل. انا ما باخدش بالشكل، انا بخش اللي بيفهم وبيشتري. هو في واحد بيبقى فاهم عارف بيشتري ايه، في واحد ما بيبقاش فاهم. ممكن اطلع بره يعني، انا في زباين عندي عارف اقول لك مكان، بس اطلع يقول لي احنا قاعدين ليه؟ بسبب بيسمعوا اسعار رخيصه بره. ما هو في واحد ممكن يعمل معاك فيديو يضرب اسعار عشان الزبون يخش عليه، وهيجيب له سمك شرقان، وهيجيب له سمك وحش، ومش هيجيب له الجوده اللي هي رقم واحد. كل حاجه وجودتها. اهم حاجه الجوده. ما هو الزبون، الزبون مش هيدفع 1000 و1000 ونص في سمكات ويروح يدعي عليا في البيت. انا هروح من ربنا فين؟ معلش انت هتدفع بس هتاكل. اللي هم بيفهموا في اكل السمك يعني، او الاكل يعني. تمام. دي بقى الكاليماري. اه الكيس بتاعتنا الخميله دي. مش شاربه ميه؟ لا 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 مطولتها كده. بص انا بجيب طاوله زي ما هي. ما شاء الله بنعرفها شاربه الميه بتبقى منفوخه. اه ده اكبر حرام اللي بيحط كاليماري في الميه. دي بالذات بتشرب ميه. يعني الطاوله دي مثلا 35 كيلو او 30 كيلو، لو سبتها في الميه يوم زيد 10 كيلو. 10 كيلو دول ب 1000 جنيه. اه لا انا باخد في الكيلو 5 جنيه وابيعها كده. بكام بقى دي؟ دي ب 100. بس كلها سوبر كده. جميلة. كلها صواريخ طيارات. ما شاء الله. حاجة ما شاء الله. جودتها حلوة جدا. لسه بقى بس الحبر اللي انا عرفته لكم قبل كده. لو نزلت مية بتسقط الحبر ده. بتتنفخ. حاجة ما كانتش تبقى بحبرها كده ولا لها أي لازمة. جميلة الله يبارك فيك. كريمال عشان تعرف انها صح يا كمان تفتحيها كده. الجلد ده طبعا ده حمايه ليها عشان التلج الكلام ده، بس هي من جوه بصي شمعة ابيض. بصي ما شاء الله جميله جدا. لا بصي انا بجيب النضيف ورزع على الله، ما تشغليش بقى ان انا اكسب او اخسر، انا بجيب الحاجه النضيفه اللي تجيب الزبون. انا مش شرط اكسب كل يوم يا الله يبارك. اه دي حاجه بقى حشو. اظهر شويه الزبون الكبيره دي ما انصحش الزبون يحشيها. الحشو بتبقى اصغر. اه الوسط دي طواجن او قلب. اه في ناس تقول لي ايه دي الحشو. اه ودي بقى تقطعها بالمقص كده دواير بتبقى حلوه في الاكل. لسه زي ما قلت لك الحبر ده حاجه ما شاء الله. ما شاء الله. ده دنيس بلدي مش مزارع. كام بقى دنيس ده؟ دنيس ده ب 150 جنيه بس ده كان ايه؟ المزارع زيه ب 100 جنيه بس عشان خاطر القناه بتاعتكم ب 140 جنيه بس. تمام. الصدف؟ ده بقى الصدف. الصدف ده بقى فيليه وجزل وطرنشات مقلي وشوربه وصينيه وغيرها. سمك وحنين وفي نفس الوقت جميل قوي. احنا ما بناكلوش يعني. احنا ما بناكلش الا الصدف ده. والله. اه. بكام الكيلو منه؟ الصدف ب 70. حلو قوي. اه ده ب 70 جنيه. بص المحشوش يا باشا. بص ده في بيتكلم عن نفسه. في الفيليه قنبله وما بيهدرش كتير زي اي سمك. يعني سمك ما شاء الله. تمام. دي بقى ايه الجحا بتاعتنا والشراره، ناس تقول عليها جحا وناس تقول عليها شراره. او ابو عين؟ دي ابو عين برضه؟ ناس تقول عليها ابو نضاره وناس تقول عليها ابو نضاره، بس هو في الحقيقه اسمه جحا. ده شوي. ده شوي زيت وليمون وبيتنضف وبيتقلي. دي سمكات جامده قوي في الاكل. اي حاجه بلد من البحر يعني انا اكل ده وما اكلش فلوس المزارع. فلوس المزارع عدوا ب 100 جنيه و 120 جنيه مفيش فايده للجسم. السمك ده خلقه ربنا ولا بناكله ولا بنشربه. الكيلو ده بكام؟ كام وكام؟ هي ب 80 جنيه بس ب 70 جنيه. 70؟ يعني ب 70 جنيه. ده بقى الحرير. ده الحرير. ده بقى بص شايفه؟ ده ظبط لسه. الحرير او البغبغان. ده ظبط السمك عشان في زبون ما يقربش من الحاجات دي. ده اسمه ظبط السمك. السمك ما كانش يبقى ظبطه كده يبقى وحش.
السمكات ما شاء الله. بكام الكيلو فيها؟ 80. 80 جنيه. طبعا الشخرم. ده الشخرم السمك الشعبيه. ده السمك الشعبي. بكام الشخرم؟ 25. 25 ليه كده؟ ليه؟ لا بصي بقى، ما انا هعرفك بقى، في ناس بتبيعه ب 10 15، ده بتاع الكهرباء، ده سمك فلاية، الصياد بيصطادوا واحدة واحدة بالصنارة. الزبون السويسي هو اللي عارف. أنا أعرف إن العقر هو اللي عارف. أنا بقعد على النت وبتفرج، بشوف سمك وحش ومنطقة عليه أسعار رخيصة، ده حق الزبون يجري عليه، ما هو الزبون مش عارف حاجة. لا بس أعرف إن العقر هو اللي أغلى. الشخرم العقر الأسود الكبير ده ساعات بيعدي 100 جنيه. بس اليومين دول مش بتوعه لسه، سمك مواسم. السمك مواسم يعني، الشخرم ليه موسم، السلية ليها موسم، البور المبطرخ ليه موسم، أي حاجة لها موسم. السمك كابوريا خفت اليومين دول، سمك الصيف بس. بكام الكابوريا؟ الكابوريا دي ب 130، بتتباع كلها مبطرخة. كابوريا نتي 130 جنيه؟ على كده؟ يعني بس سليمة عشان محدش يقول لك احنا ايه بنفتح من ايه. بص يا باشا ما شاء الله جميلة، ده سمك كمان، الكابوريا دي كمان هي مش كبيرة، هي وسط، بس الكابوريا هي اللي بندق غالية بس مليانة. كل ما الشتا بيدخل الكابوريا بتاعتها ب 200 جنيه و220 دلوقتي، بس دي برضه ايه شغيلة يعني كويسة، ستات وسبعات في الجنيه. بعد اعياد الكريسماس واعياد اخواتنا المسيحيين الاسعار هتنزل شوية. هو بعد يوم 7 كل حاجة هتقع. بعد يوم 7. بعد يوم 7 ليه؟ المطاعم والفنادق ومش عارف ايه كله خد. برضه الكابوريا جمبري عمالين يلموا ولعوا علينا الحاجة. ايوه. كنا احنا في السوق لما تكون حاجة رخيصة بنشتريها من النيلة ونلاقيها رخيصة في السوق. كل الناس بتاخد يعني بتبيع بأرقام فلكية يعني أرقام فلكية. ده بقى الحارد السويسي زي ما احنا شايفين، بكام الحارد؟ هو الحارد في اليومين دول كان عامل 80 جنيه. ده 80 كبير جنيه. ده أنظف، ده أبو بطن بيضة. لا أبو بطن بيضة ده أنظف حارد. أنا ببيعه ب 80 اليومين دول الصراحة، حارد غالي. بس ساعات بيبقى ب 70. وده اللي هو الكبير. وأول الموسم كنا بنبيعه ب 60. جمهور القناة بقى، جمهور القناة 70 جنيه. 70 جنيه؟ قدر قناة الله. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا. حاجة ما شاء الله يعني، أنا بشكركم والله العظيم بجيب أنضف سمك. يعني الحمد لله الواحد بيجيب الحاجة عشان خاطر الزبون يجيله تاني. أنا ما بحبش أزعل الزبون، ممكن أجي على نفسي بس الزبون ما يزعلش. تمام، أنا بشكرك جدا، شكرا. شرفتونا والقناة بتاعتكم أحلى قناة والله، والزبائن بتاعتكم والناس بتاعتكم اللي على القناة والمشتركين على القناة بيكلموني ويقولوا لي يجيبوا سعادتي. الصراحة يعني الله يصلح حالك. الله يخليك. ناس محترمة والله. استأذنك رقم تليفونك؟ رقم أنا تليفوني 010-100-19-89-165. تمام، شكرا. ماشي، وعايز أقول لك على حاجة بس معلش، مفيش كده أنا هنا في المحل. رقم أنا بس اللي في المحل، أنا بس اللي هنا. تمام. زي أنا بس. مفيش غيري أنا. انا عايز تعرف معايا في دماغك انا. على مسؤوليتك انت، اي حاجه على مسؤوليتك انت. شكرا، بشكركم جدا لحسن المتابعه، واتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا باللايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.